الاسترالي بالفعل مرفوع الراس بهذه الوجوه الطيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايتها السيدات الفاضلات، ايها السادة الكرام، ايها الشباب والشابات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا هذا المشهد المهيب لا يسع الهامات إلا أن تنحني. إن سقمين، كل سقمين حاضرة اليوم، حاضرة في هذا المشهد الرائع الذي تزينه جميع أطياف الضوء السقميني من شتى الأعمار والعائلات والطوائف والديانات. وتكتو في العيون رغبة جامحة وعزم صادق للتغيير. تبدو سقمين متعطشة للتطوير واللحاق بالمدن الحقيقية. فالتغيير الذي ننشده هدفه التطوير، وليس التغيير الذي نسعى إليه ضربا من الخيال. إن كل ما يمكننا تخيله قابل للتحقيق يكفي أن نريده حقا وأن نثابر على الحلم به. سقمين تريد البديل، ونحن البديل بهمتكم بعزمكم وبإصراركم. جبهة سقمين الديمقراطية مرشحا للرئاسة، وما أن تم ذلك حتى كانت ست قوائم تتبلور في تحالف مقدس تدعم ترشيحي لهذه المهمة الصعبة، وسوف نكون عند حسن ظن هؤلاء الحلفاء وعند حسن ظنكم أنتم. ومعا جميعا سنرفع اسم سقمين عاليا، ونعيد لاسمها بريقه الوطني. احييكم ايها الاخوه والاخوات، واسمحوا لي من خلالكم انتم ان احيي كل عائلات سقمين وكل فرد في هذه المدينه الطيبه الغاليه. ودعوني احيي بشكل خاص اولئك الذين انضموا الى خيمتنا الدافئه الضليله افرادا واحزابا وجماعات. ومن هنا ندعو كل بعيد او قريب ان يقترب الينا، ومن هنا ندعو كل بعيد ان يقترب ان يدخل هذه الخيمة حيث تذوب الفوارق العائلية والطائفية والدينية. Thank you.
التي يستحق بحسب عطائه وتضحيته لا بحسب أي شيء آخر. نريد بلدية جماعية القيادة، عصرية المنهج، علمية المسار، ذات تخصصات متنوعة بحسب الاحتياجات، مستقيمة مناضلة بلا محاباة ولا مماطلة، مكافحة توفر الخدمات والكرامات معا. وأنتم يا أهلنا جديرون بتحقيق كل ذلك وأكثر. لقد دعا تحالفنا العريض بقوائمه الست وبمرشحه للرئاسة إلى الالتزام بحملة انتخابية نظيفة وحضارية، نرفض التشهير والافتراء وكل أشكال العنف والمس بالكرامات. ويؤسفنا أن الساحة الانتخابية لا تخلو من أصوات نجاح، لكننا لا نلتفت إليهم ولا نقول لهم إلا سامحهم الله. نحن نتعهد ونلتزم ألا نستفز أحدا ولا نجرح أحدا ولا نرد على تشهير أو تجريح، معتبرين أن التجريح سلاح الضعفاء. أيها الإخوة أيتها الأخوات، يقوم ممثلون عن القوائم الست ومرشح الرئاسة بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بوضع اللمسات الأخيرة لبرنامجنا الانتخابي، وخلال الأيام القليلة القادمة سنقوم بتوزيع البرنامج، غير أنني سأكتفي الآن بإيراد بعض ملامح هذا البرنامج. أولاً، لن يقتصر برنامجنا على السنوات الخمس القادمة، بل سيكون ذا رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل. رؤية تقوم على جعل سخنين مدينة بحق وحقيق، عاصمة للمنطقة وذات مكانة قطرية مرموقة، ومنارة علمية وثقافية. نسعى لتوسيع مسطح البناء وتوفير قسائم للأزواج الشابة، لتطوير الصناعة والزراعة والخدمات. فلماذا لا تكون مدينتنا عروس الجمال بجمالها ونقائها ونقاء بيئتها ووفرة حدائقها وملاعبها ومراجعها أيضا؟
شباب، إذا سمحتوا شباب فوق.